الابعاد محاوله هجوميه، وهنا كنتابعوا التصويبه المباشره اللي الحارس بوجاب فكر كثيرا وارتأى ان يبعدها بكلتا اليدين لتكون الاكبر صوب التماس. كما نتابع في المدرجات هكذا هم باعداد غفيره اتت لمشاهده ومسانده بيازيش حمراء تساند الوداد، تساند هذا الفريق الذي صار وجل في المحافل الافريقيه بطل دوري ابطال افريقيا. كره ملعوبه وداديه داخل منطقه الجزاء، كره ملعوبه، العارضه القائم ينوب عن الحارس، والمحاوله الهجوميه للاحمر البيضاوي، للاحمر اللي كان بامكانه ان يضعها في الشباك عن طريق امين عطوشي، لم يتمكن من بلورتها في المرمى. ونشاهدوا هنا الطريقه ديال بناء العمليه، هنا الكره الاماميه ثم الكعب، الكعب اللي جاب هذه الطريقه ما كانش تسلل، تحضير وجه لوجه امام الحارس، ومشات الكره تطمات بالقائم، القائم الايسر قال لا يمنع كره حقيقيه من التسجيل. هكذا مرت امام منطقه الجزاء او التصويب المباشر. الوقت القانوني ينقضي في هذه اللحظات، يضيف الحكم دقيقتين اثنتين، وقت بدل ضائع، دقيقتين اثنتين، كيف سيتعامل معها الطرفين معا؟ محمد بوجادي هي نفسه، كرة داخل منطقة الجزاء ويدادية، راسي من عطوشي، محاولة بالراس، فرصة الاستثمار، تصويبة، جول، هدف أول ودادي، هدف أول ودادي يأتي في هذه اللحظات، يعلن على أولى الأهداف، يعلن على أولى الأهداف الودادية. أمين تغزاوي، أمين تغزاوي تمكن من تسجيل الهدف الأول، تمكن من وضع الكرة في الشباك معلنا عن أولى الأهداف. هدف أول ودادي جاء في الأنفاس الأخيرة من عمر الجولة الأولى، وبالتالي الوداد غادي يحاول ما يمكن يمشي المستودع على الملابس متقدما في النتيجة. وحنا كنتابعوا الطريقة، ينزل بهذه الطريقة رأسية، كرة داخل منطقة الجزاء والتصويبة بالرجل اليسرى، أمين 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 تغزاوي يتمكن من وضع الكرة بشكل صحيح داخل مرمى، مرمى فريق سريع واتزم ومرمى محمد بوجاد، تتلقون الاهداف في هذه المباراه. 1-0 وداديه امام الازرق القادم من واتزم من خلال الكره الماضيه اللي غلطات الحارس، غلطات الحارس محمد بوجاد، وفرحه مستحقه من جنب